النقط المهمة تبقى موجودة. طبعا قبل ما نيجي في ممكن الناس تسأل سؤال، طب يا دكتور ونكتب بإيه؟ ما هو الكتاب العملي، عارفين العملي أكيد نزل، الكتاب العملي أو براكتيكال بوك أساسا ما فيه كل اللي أنت عايز تقوله أكتر كمان بكتير. بس مشكلة الكتاب العملي إن هو الكلام كله منقول عشان ده فكرة النظري وكلام جامد قوي. الناس عايزة في العمل، هنخش نعمل إيه؟ وراها إيه؟ فهنلاقي إيه؟ عارفين إن هو من الآخر. فبصوا بقى ركزوا معايا. هنيجي طبعا هنجيب السبوره كده ونشوفوا اللي احنا هنعمله. ما احنا بنقول اللي هنعمله جزء الكلام يعني، عارف ما تقلقش. لا ما هو لسه في مراجعات عمل يا جماعه اخر السنه، عارفين العمل كله هيتراجع. بصوا بقى اكتبوا بقى معايا، في ناس شايفه كده ولا قبل ما تكتبوا؟ هتكتبوا معايا هارت ساوندز، يلا هارت ساوندز، اصوات القلب. طبعا هارت ساوندز دي في منتهى الاهميه ان انتوا تكونوا عارفين. قبل ما نبتدي الموضوع انا عايز اسال سؤال وتجاوبوني عليه بمنتهى السهوله. الباب ده لو جينا قفلناه هنسمع صوت ولا لو فتحناه؟ لا قفلناه طبعا، لو انا قفلت الباب جامد اكيد الصوت هيتسمع اقوى. فهتكتبوا بقى معايا اول نقطه، any sound is heard، عشان اسمع صوت لازم يبقى الدور كلوزز، اقفل الباب. طيب ايه علاقه الدور او الباب بموضوعنا؟ بدل ما نقول دور النهارده هنقول فيرف كلوز، يعني الصمام بتاعنا لو اتقفل انا هسمع صوت. اي فيرف كلوجر، اي فيرف كلوجر. عندنا كام فيرف؟ اربعه فيرف. اكتبوا بقى معايا مثلا رقم اثنين فيرفز، طبعا من غير ما نرسم لان الموضوع سهل. هو الصمامات بتاعتنا قول لي اماكنهم فين؟ بص قبل ما تكتبوا كل واحد موجود فين؟ ولو اتقفل انا هسمع الصوت بتاع ايه؟ فاهمين قصدي؟ والصوت ده شكله ازاي؟ واسمعه فين؟ عارفين كل الاسئله دي؟ فنمسك واحده واحده. مايترال فيرف، يلا بين ايه وايه؟ بين ليفت اتريوم اند ليفت فانتري، يبقى بين الامل ايه؟ ليفت اتريوم وليفت فانتري. اهو كلنا عارفين دي معلومه سهله. اسال سؤال، الفيرف ده اتقفل معنى الكلام ده الهارت بيملى؟ لا. ولا الهارت بيعمل pumping للبلد، بيضخ الدم. pumping. فنكتب بقى when it closes او if closes ده معناها pump the blood. حلو. pump the blood يعني سيستول ولا دايستول؟ سيستول. يبقى البامب تساوي سيستول. هنختار جمل بسيطه باسهل الطرق عشان دي ما تعقدش. السيستول ده على فكره سميناه first heart sound، يبقى اكتبوا جنب السيستول the first sound. اول صوت عندك سيستول، صح؟ ما هو لازم الهارت ما بيعملش في حياته غير حاجتين، يا سيستول ولا دايستول. يبقى هنا السيستول تساوي first heart sound، ده اللي هتقوله في الامتحان. هتقول first heart sound. سيستول ده اكتبوا عليه ليه للفهم، يعني ايه للفهم؟ احنا بنفهم بعض ايه هو الفيرست هارت ساوند. خلاص انت فاهم. طيب نمسك الفالف اللي بعده. مين الفالف اللي موجود على الناحيه الثانيه بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل؟ يلا تراي كاسبيد فالف، يلا اكتبوه ما بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل. من غير ما اشرح انتم عارفين التكمله، اكتبوا if closes هيحصل ايه؟ pumping the blood سيستول first heart sound. فهمت الفكره؟ يعني يا دكتور انت عايز توصل ان الصوت الاولاني اللي احنا هنسمعه نتيجه قفل تو فيرز مايترال وترايكاس، صعبه؟ يلا ناقص لنا اثنين نمسح. كان الموضوع بقى سهل ونكتب اللي بعدها، طبعا بنمسح عشان مفيش مكان. اللي بعدها بقى أورتيك فيرف مكانه فين؟ أورتيك
ده مين الاورطة؟ ومين؟ left ventricle صح؟ فتكتب between left ventricle and اورطة. الجملة اللي وراها if he closes ايه اللي هيحصل؟ صح. تعالوا بقى من الكلام على صح، لو قفلنا الاورطيك فالف مفيش دم هيطلع من الفنتركل لبره، يبقى الفنتركل مش هيعمل سيستول، يبقى عايز يعمل دايستول. فتقول ايه في الكلوزس؟ ذا فنتركل فيلز وذ بلاد. انا بملى فنتركل، قال انا دلوقتي هملى، يبقى ده دايستول صح. طب والدايستول يبقى صوت رقم 2، فبدل ما نقول فيرست هنقول سكند. طبعا قبل ما اكمل انا عارف انتوا عايزين تسالوا سؤال، هو يا دكتور الاصوات عندنا صوتين بس بنحط؟ لا اربعه بس اللي هيتسمع في السكشن صوتين، الثالث والرابع ما بيسمعوش غير بمكبر للصوت، حاجه اسمها فونو كارديوجرام. مش ده موضوعنا، يبقى انا هسمع الاول والثاني بعد الاورتك تكتبوا بالمونري. اصل الموضوع سهل بقى، بالمونري ده موجود فين؟ ما بين بالمونري ارتري ومين؟ رايت فنتركل، مش هو اللي هيدخله؟ دي البوابه اللي ما بينهم. يلا ايه الكلوزز؟ لو اتقفل البالمونري تاني يبقى رايت فنتركل هيطلع حاجه لبره؟ لا، هيعمل ايه؟ هيلز ويز بلاد، يبقى داير ستون، يبقى سكند ساوند. صعبه. يبقى من الاخر يا دكتور، هات من الاخر، الصوت الثاني سببه قفل تو فالز اورتك وبالمونري، والاول قفل تو فالز مايترال وترايكاست. فين العملي في السكشن النهارده؟ عايزين في العملي نعمل حاجتين، ركزوا معايا قبل ما نمليكم. النقطه الاولى قول لي هنحط السماعه فين على التشست، يعني انا هسمع فين؟ والحاجه الثانيه بعد ما احط السماعه صح، انا عايز اميز بين الصوت الاول والصوت الثاني، يعني انا ده العملي، يعني قصدي بتاعي، مش عايز ادخل قوي في كاردياك سايكل، ليها سيكشن لوحده وتيتوريال زي ما شفتوا تيتوريالاتنا عظيمه، يعني التيتوريال اللي فات كان مدمر للنفس البشريه. 12 جمله لان من كل حته، فاللي بيشرح بينهج عشان يلحق يخلص ال 12 جمله. طبعا ده للاسف خلى الناس وهي خارجه ناسيه اسمها، اي حد هو خارج اعصابه توتره. احنا النهارده مش هنعمل كده، هنقول كلام بسيط، اكتبوا بقى معايا هاو تو بوت، او مش هاو، وير تو بوت. وير تو بوت ايه بقى؟ السماعه حد عارف اسمها بعيني؟ ايوه دي بقى، وير to put the stethoscope. الستيثوسكوب هي السماعة. على فكرة الكلمة دي ليها معنى بس مش مهم، كلها على بعض اسمها السماعة. بصوا بقى أنا هعمل إيه عشان تعرف تحط السماعة إزاي، لازم تكون مذاكر أناتومي. ليكم في الأناتومي أوف ذا ثوركس ولا مش فاكرينه؟ يعني يلا بينا نرسم. طبعا أنا عايز أتفق معاكم على اتفاق، وانا برسم انا مش دكتور اناتومي، يعني انا مش شاطر في الاناتومي قوي، هوصل لكم الاحساس بتاع الرسم، مش لازم يبقى صح قوي. ارسموا دي وتعالوا بقى نشوف الاول دي معناها ايه. بما ان كل اللي قاعدين في السكشن بنات باستثناء ولدين بس ربنا اراد لهم مين، عايزكم تعملوا اللي انا هقوله بالظبط، يعني في حاجات البنات هتعملها مش محرجه، حطوا ايديكم هنا عندنا قلم، سواء لابسه طرحه او لا من على الطرحه عشان الناس ما تحسش بالمعاناه، اهي اهي دي مش محرجه لاي حد. في وضع حاليا نوصل لمرحله انا اللي هعمل على نفسي او الولاد يحسوا على سول سبيسز، والبنات طبعا مش هيحسوا واحنا موجودين غير لما احنا نمشي. بصوا بقى الحته دي اتسمت في الالات من الحفره اللي عند الرقبه صح، نحط عليها سهم ونكتب استرنال نوتش. لو ما اكتبوا لي دي الاول، احنا هنمشي يا جماعه بطريقه اسمها سيرفس اناتومي. سمعتوا عنها؟ يعني انا عشان اوصل احط السماعه فين همشي بخريطه. يبقى اول حاجه اعملها على زميلي او زميلتي احس عارف مين النقطه. الحاجه اللي بعدها كل الولاد او البنات هيعملوها،
دي اخر حاجه البنات هتعملها. انزلوا اصبعكم لتحت لغايه ما تلاقي البول زي المطاط هنا مش محرجه دي. يا جماعه مش هنا في بول اسمها مانيوبريم ولا لا؟ بعد المانيوبريم هتلاقي في حاجه بتطلع وبتنزل. بوني بروميننس، عارفين عظمه بارزه. العظمه دي تبان بوضوح كل ما انت لقيت بروفايل اكتر. ربنا يكرمك تحسها اسهل. انا حسيت عادي يعني عادي. ده بوني بروميننس. البوني بروميننس او المطب ده شورت جانكشن بين تو بونز اللي فوقيها المانيوبريم. طب واللي تحتها؟ الاسترنال سموها المانيوبريم. سترنال جانكشن، عارفين ما بينهم. او زي ما قالت اسمها اكسترنال انجل. هنعمل ايه؟ بصوا انا هعمله. شايفين ده؟ اعملوا كده حاجه زي اللي تحت. اسمها ده. انزل صباعي لتحت. يلا بقى نكتب بالعربي نجيب من الاخر. هتنزل صباعك لتحت. بدل ما تبقى موف يور فينجر بيرفنديكولار بيهايند، عارفين كلام الكتاب العملي رخم. هعمل ايه؟ نزل صباعي لتحت. هتلاقي بقى لغايه ما تلاقي دي. يلا اعملوا دي بقى سترنال انجل. طبعا بتوع الاناتومي يحبوا يتفزلكوا في الاسم لان هو الاناتومي ما تتوصف ما عندوش فهم. يعني مش قصدي دكاتره الاناتومي بيفهموا، بس ماده الاناتومي كماده ما فيهاش ابداع. دي يا ابني سترنال انجل. عمرك ما هتقدر في السكشن لسه هو سترنال انجل. ده تحت الاسترنال اه ولا لا؟ تحتها البطن، فوقيها الانجل. ايوه فوقيها الانجل. هما بيعملوا سكينات، عارفين سكينات ازاي احفظ الطلبه؟ اسمها التاني انجل بلوس. مش مهم ده، عندي الاسترنال انجل اكتبه جنبها اتيز ذا لاند وارك. يحبوا قوي الاناتومي الكلام ده. تقول دكتور اناتومي لاند وارك مش بعيد يبوسك من الفرحه. يعني هما عندهم نقط نفسيه كده. احنا عندنا نحب الطبع ده قوي لما يقول ميكانيزم اوف اكشن. عارفه بقى ايه؟ قول لي بقى عملت ازاي وليه والكلام ده. بصوا الكلام ده موجه للولاد فقط. الولدين دول انا اعملها على نفسي، انتوا طبعا هتعملوها في البيت او على بعض. موضوع محرج. هاجي للسنه الان وهمشي باصبعي بنيل. يعني ايه بنيل؟ مش الريدز جايه اوبليكلي ولا لا؟ هاجي اعمل ايه بقى؟ هتيجي من عند السنه الان بصوا وهترسموا الرسمه دي. ارسموا ادي رين وادي رين. ويلا بقى وادي السترنم صح؟ وادي الريبز اهي. الريبز طبعا جايه اوبليك ليمين مش نايم. الريبز المنظر ده اللي هو الريب كيج جاي بالمنظر ده. انا هعمل ايه؟ بصوا جيت من السترنم الاهلي بصوا على البول. جيت بصباعي كده اوبليكلي ولا لا؟ اوبليكلي. انا على ايه دلوقتي؟ على الريب. هو الريب ده يعتبر رقم كام؟ سكند. الفيرست فين؟ مستخبي ورا الكلام صح كده؟ يبقى نكتب على الريب ده سكند. فهمتوا الفكره؟ اتحرك موف يور فينجر اوبليكلي اهي على السكند ريب. جم بقى قالوا لنا زمان واحنا طلبه احنا ما بنحسش الريب. امال انت بتحس ايه؟ بتحس السبيس اللي بين التو ريبز مش ريب وده ريب. فانا هعمل ايه على فينيكو اسمه ايه؟ تعالى دانيال. بصوا بقى هعمل عليه الموضوع من الاول للاخر. موضوع عادي مش وحده. ده يا جماعه استرنال نوش ونزلت. انا هاجي اتكلم قوي يبقى الجامع يقول لي انا حاسس ايه دي؟ حلو. هاجي بقى اوبليكلي شايفين بالليل موجود الريبز كده. هاجي اعمل ايه؟ بصوا ده جاي اتك قوي بسبايدر عرض. انت بتتك قوي ليه؟ عايز احس وانا بتك صباعي على رجل مش رجل ده ناشف ولا على سطح تيشو او سبيس. فانا هنا ايه؟ ادي اول سبيس تقابلني سكند سبيس. بصوا بقى على البورد فانا بقى ايه؟ مش ده سكند ريب. السبيس اللي تحته يتسمى باسم الربه اللي فوق. مش ده السبيس اللي تحته؟ فتكتبه سكند انتر كاست سبيس. فاهمين قصدي ايه؟ الفيرست انسو ده ورا كلافيك انسو فيرست. يا جماعه كلافيك ده فوق. انا هنا ولا تحتها؟ انا تحتها. بصوا بقى حاجه اعمل ايه بدانيال؟ ايه العصر كده دانيال؟ الفكره بمنتهى البساطه. ادي سكند سبيس بتك قوي. ولما تبقوا في امتياز يا جماعه خمس سنين على 2000 كام؟ 19 بيحصل ايه بقى واحنا طلبه في امتياز في البكالوريوس؟
بنمتحنه على حاجه اسمها حالات الباطن. عيان في المستشفى قالع طبعا امور من فوق، انت لازم تكشفي عليه لو انا مش هزار. دايما كنا بنكشف في عز الشتاء، في الناس دول بيمتحنوا بصمت. كنت انا بعمل ايه بقى عشان امدح؟ اجي اهو ادي السكند سبيس والتك. انا ليه بعمل كده؟ بجد عشان انا خايف اكون حاسب غلط، فاهم قصدي؟ فورس معايا في القطاع من غير بس ما انتوا فاهمين. فيكس يجي الدكتور يسالني انت كشفت عليه، اقول له الدليل صوابعي معلمه من كتر الفتح، صوابعي معلمه من كتر فعلا ان انا فعلا معلم عليه. شايفين الفكره؟ لا ما بيتضايقش ليه؟ ليه بمنتهى البساطه عشان بياخد فلوس كتير. بياخد فلوس كتير. العيانين في مصر على فكره، العيانين في المستشفى اللي بيجيبوا الامتحانات معلومه بره بره السكشن، عيان كرونيك. يعني ايه كرونيك؟ بقاله سنين عنده المشكله دي وما بيتمناش انه يخف. ليه؟ لانه الحاله بتاعته عارفه زي ما بقول لك كلاسيك ديزيز، يعني حاله عارفه تيبيكال زي كده. فهو كل ما الحاله دي بتاعته واضحه، النواب والدكاتره بيجيبوه في الامتحان الطلبه. ليه؟ لان انتوا لسه ما عندكمش الخبره. اجيب لك حاله فيها تفاصيل كتيره، فبيبقى هو فرحان قوي ان هو كده كده هياخد فلوس، هياخد فلوس. ولو ما معكيش فلوس تديها له هياخد السلسله، هياخد اي حاجه. يا جماعه بجد والله مش هزار، مش هزار. ليه؟ عارفين ايه السبب ان هو بياخد فلوس؟ السبب ان من كتر العيال دول اذكياء، من كتر ما هو الدكاتره بيجيبوه ده عامل زي البغبغان، فبقى بيسمع لك فعلا الانجلش. يا جماعه ما بهرجش، الدكتور هيخش يقول لي قول لي كذا، فهتقول لي كذا، واصل دي غلط، فلازم تقولي له كذا، والكلام كله ايه ساينتفك ترم كعلم دكتور واقف قصادي. فكل ما اقول اكتر وانت مبهوره قول انا عايز اكتر قول. ايوه هي بتبقى ماشيه بوزيتيف فيدباك، ما تتكلميش على الفلوس اللي بتدفع. المهم هنفضل كده يا دكتور لغايه امتى؟ ركزوا، سكند سبيس، سير، فورس، اكتبوا لغايه الفيكس سبيس. يلا لغايه الفيكس سبيس على الشمال. يا جماعه مش هلفت ولا لا؟ ادي سكند سير ولا لا؟ فورس فيكس لغايه خامس سبيس على الشمال. صح؟ المكان ده اللي انا هحط فيه السماعه بتاعتي، المكان ده اكتبه على، شايفين الفيكس ده؟ اكتبه دي ذا بيست اريا، افضل مكان، بيست اريا تو هير الميترال فالف كلوجر، افضل مكان هسمع عنده قفله الميترال فالف. ممكن اسال سؤال؟ هو الهارت في الاناتومي موجود فين؟ اي سبيس؟ من 2 ل 5 او معظمه في 4، يعني في الفتره دي الطلبه كانوا متوقعين حاجه، ان دايما هنسمع الصوت بتاع الفان في المكان اللي فيه الهارت. عارفين في الاناتومي الحته اللي فيها القلب والصمام يقفل عندها اسمع عندها الصوت. في يا جماعه حاجه النهارده هتتعلموها اسمها ريفلكشن ساوند. سمعتوا عن حاجه اسمها ايكو؟ صدى الصوت. يعني ايه الصدى؟ هنسمع المره دي الصوت في مكان ابعد من مكان الاصل. لغايه دلوقتي ده في مكانه ولا لا؟ الحته دي اكتبوا وات از اتس نيم؟ دكتور شكري برافو صح؟ بيسال السؤال ده، اكتبوا جنبها دكتور شكري. سؤاله ايه بقى؟ سألوا الفيفث انتركوستال سبيس او الفورس الحته دي اسمها ايه؟ ايبكس اوف ذا هارت. ده الايبكس، لان ساعات السؤال يجي في العملي بطريقه محوره. قول لي فين الايبكس؟ تقول له هو الفيفث انتركوستال سبيس او الفورس. انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ سؤال ممكن اسال سؤال، هل المكان ده الاجابه دي كامله ولا في حد ناقص؟ في حته ناقصه. ايه هي؟ لكن دي بصوا ايوه ده اللي انا قصدي عليه. يا جماعه مش ده فيكس انتركوستال سبيس؟ لما ترجعوا للنظري بتاع الليز اس جي، الفيكس انتركوستال لفف في الورا عند الاكزيلا، عارفين اللي هو الانتيريور والمين اكزيلاري لاين. قول لي احط السماعه فين؟ مش هنا في كلافيكل ولا لا؟ فارسموا الكلافيكل بشكل تخيلي واعملوا خط
وهمي يعدي في نص الجلافل. يعني ايه؟ هتحط السماعه في الفيكس انتركوستال سبيس اون ذا ليفت انسايد اللاين ده. عارفين يعني ايه جوه الخط التخيلي ده اللي هو الميد كلافيكولار لاين. لذلك لو ما قلتش ميد كلافيكولار لاين هتنقص. هيجي الدكتور يسالك ثاني حته حضرتك يعني ايه؟ ميد اكزيلاري ولا انتيريور ولا ميد كلافيكولار؟ امين يعني انت بتضطره ان هو يسالك سؤال انه حاسس ان انت عندك حاجه غلط. يلا اعتبروا الرسمه واعملوا دي. ده اسمه ايه يا جماعه في الاناتومي؟ ديفويد. حطوا دايره هنا. يعني ايه دايره هنا؟ مش ده الاسترنم؟ وده الديفويد. الدايره دي هو اوضح مكان هسمع عندها تراي كاسبيد فان. شايفين التراي كاسبيد؟ اوضح مكان تسمعي فيه قفل التراي كاسبيد عند الجنكشن ما بين عشان الاسترنم والديفويد. ده على الرايت ولا على الليفت؟ يا جماعه كده رايت وكده ليفت. ملاحظين حاجه؟ اللي انا قلته لسه من دقيقه. انا هسمع المكان او قفل الفالف ابعد من مكان الهارت الاصلي. هو الهارت موجود على الرايت ولا هو في السنتر وديفييتد سلايد تو ذا ليفت؟ يعني القلب موجود كده ده عادي. لما تسمع القفله في مكان ابعد اكتبه جنبها ده الايكو. ده الصلاه. دكتور يعني ايه فكره الصلاه؟ هقولها بشكل عبيط قوي. لو انا قعدت على الكورنيش ورميت طوبه في النيل، الطوبه دي مش بتعمل ويفز ابعد ابعد من المكان الاصلي؟ نفس الكلام الصوت. لو انا جيت انده على واحد في اوضه مهجوره او مكان مهجور وجيت قلت له محمد وزعقت، الصوت بيرجع لي محمد. ما هو ده الصلاه. انتوا يا جماعه معايا؟ لان الدكتور بيسال الكلام ده في امتحان العمل. هو انت ليه بتحط السماعه على الديف استرنال جنكشن اون ذا رايت؟ يا ابن الهارد موجود هناك. تقول له حضرتك ده ايه؟ ده ريفليكشن اوف ويفز. عارفين الصلاه. طيب نيجي نقص لنا كام مكان؟ مكانين. عشان انا قلت تو فالز. قول لي التو فالز اللي باقيين اورتك وبالمونر. وانتوا اللي هتقولوا الاورتك نسمعه ايه؟ رايت ولا ليفت؟ هل اقول لكم في اي حته؟ رايت وين؟ برافو عليك. الارش بتاع الاورتا جاي من الشمال اليمين صح؟ بصوا زي القلم هنا، مش الفرد تحت؟ الاورتا الفرد تحت والقوس مكمل كده. لما الفرد ده يجي يخبط ويقفل بيعمل الصلاه بتاعه ناحيه الشمال ولا بعيد؟ بعيد. يبقى ناحيه ايه؟ الرايت. فاكتبوا بقى الاورتا الفرد كلوجر. عشان الناس تتخيلها ممكن الناس تبقى قاعده مش متخيله الموضوع. عايزكم ترسموا الرسمه الهبله دي. ادي يا جماعه اهي، ادي الاورطه بتاعتنا، واعمل فالف من تحت شايفين اهي، واكتب هنا ده الار ده الرايت وهنا ده الليفت. يا جماعه مش الباب قفل هنا، لما قفل هنا عمل الصدى بتاعي فين؟ ناحيه مين؟ رايت. يبقى اوضح مكان اسمع فيه اكتبه سكند رايت. كوستو استرنال جونكشن. اكتبه دي. يعني كوستو استرنال؟ بصوا بقى تعالى يا بنات، كوستو استرنال يعني ايه؟ اكتبوا معايا يا جماعه. مش هنسكند انتركوستال سبيس؟ الانتركوستال سبيس مش هو الانتركوستال ده متصل فيه فوق ريب ولا لا؟ اتصال الريب بالاسترنال. يعني مش الريب وادي الاسترنم. احط ايدي هنا على حاجه ناشفه، ادي الاسترنم وادي الرب. الجنكشن ما بينهم اسمها كوستو استرنم. يعني كوستو رب يعني ضلع. احط هنا المره دي اكتبه على حاجه ناشفه، يعني الاورتيك اريا بيت هيرد اون سكند رايت كوستو استرنال جنكشن. فيها صعوبه؟ انت دورك في الامتحان تقولي له ليه رايت؟ الكلام ده مهم. سؤال اتسالته سنين طويله في نفس المكان او يعني في اماكن مختلفه في الاسم عشان ابقى طبيعي. يا دكتور هو احنا لازم نسمع الاورتيك فان في الحته دي بس؟ لا ولا في اي حته على الشيست بس بوضوح في الحته دي؟ اه فاكرين الكلمه اللي انا قلتها بيت ايه؟ انتوا معايا؟
فالدكتور هيسألك السؤال ده، ايه بقى سؤال؟ كان the aortic valve closure كان heard anywhere؟ يعني وده سؤال الدكاتره عندنا، كان be heard anywhere؟ هتقول له ايوه كان be heard all over the precordium. الكلمه دي جديده بالنسبه لنا، يعني precordium يعني الشست والهارت. اوعى تلخبطها بكلمه بيري كارديوم. عارفين يعني بري كارديوم؟ الحته دي عارفين اللي هو منطقه الشست وجواها الهارت، معايا ولا لا؟ ودي الجمله موجوده في كتاب الاسم كل ستاونز. حد سمع all over the precordium؟ شوف انا ما قلتش سبيلنج ميستيك، ده الكلمه دي بتتقال كده بري كارديوم اللي هي الشست والهارت. كاس اوفر كل ستاونز اي صوت، بس الاماكن اللي انا بلغها لكم هي اوضح مكان للسماع. ناقص لنا مين؟ بالمونري. طبعا بالمونري اكيد هتقول العكس. سكند ليفت، سكند ليفت انتر كوستال سبيس. المره دي انتر كوستال، محدش عارف اشمعنى ليه مش كوستو سيرفر. انتوا معايا ولا لا؟ كده احنا ناقص لنا في العملي نقطه واحده. ايه النقطه؟ عايزك يا دكتور تميز بين الاول والتاني. فانا قلت ازاي احط السماعه على الاماكن دي؟ فين الاماكن؟ انا فين؟ ناقص ده ازاي ده؟ ممكن اسال سؤال، هو الريب وبعد كده في الكوستال كارتنج وبعد كده السيرم. الكوستال سيرم اللي هي السيرم اللي هي الريب وكوستال كارتنج، صح؟ بصوا بقى يا جماعه اكتبوا اخر عنوان في العمل دي هاو تو ديفرنشيت. يا جماعه اكتبوا بالطريقه اللي تريحكم، في ناس ممكن تكتب بالعربي اصح. ازاي نفرق؟ انتوا معايا؟ اصل انا ليه بقول لكم الكلام ده؟ الورق اللي انتوا بتكتبوه محدش هيشوفه غيرك انت بس. يعني وانت داخله في امتحان قبل امتحان العمل وعايزه تراجعي النقط العمل المهمه كبراكتيكال، اقرا بالطريقه اللي تريحتك وهتفتكرها. لان على فكره العمل ما فيهوش كتابه. عارفين العمل اللي هو البراكتيكال؟ ان انت هقول لك ازاي تديفرنشيت، هقول لك خدي السماعه البيس السماعه وريني تلبسيها ازاي، هتعملي ايه؟ فاهمين قصدي؟ مفيش خطوات كتابه. خطوات الكتابه هتبقى في امتحان تاني اسمه اوسع. بصوا يا جماعه اكتبوا بقى معايا يلا هاو تو ديفرنشيت، اكتبوا العنوان الاخير في هاو تو ديفرنشيت ازاي؟ نفرق ده في السول ولا ده في السول؟ نفرق بمين؟ اناتومي المرض. وهقول كلام كل بنات السكشن هيعملوه، والولدين طبعا بيعملوا اي حاجه. بصوا بقى يا جماعه، هاتوا رقبتكم كده، هاتوا قلم وهاتوا رقبتكم كده بجد مش هزار. وامسكوا الباصل المايله دي، مش في باصل في الرقبه عندي مايله ولا لا؟ انا ماسكها اللي هي سترنو ماستولي. يا جماعه عندنا ولا لا؟ يبقى انا هعمل ايه؟ هجيب رقبتي الناحيه او اجيب بص عليها بنيان؟ هجيب رقبتي زميل الناحيه دي اهي. خلي بالكم وانا بجيب رقبتي مش انا لابس السماعه، واقول لكم لابسها ازاي. حاطط السماعه فين؟ انتركوستال سبيس. وبايدي الشمال اهو، بايدي اليمين السماعه. انتوا معايا ولا لا؟ بايدي الشمال اهي الميديال دي، كل اللي قاعدين يعملوا حركه. It is low pitch تمام؟ And it will be as follow في فترة الصمت. وبعد كده جايب لك الصوت واضح قوي، هتقتنع بكلمة لب. عارفين كأن واحد بيقول لك لب، هو مكبرها عشان يحسسك مرة في مرة انت هتقتنع. طبعا لو جبت السيديهات المصري هتلاقي صوت حلل ولا بيخبط في بعض ولا في لب ولا في لب ولا انت سامعة حاجة. ده الصوت الأول والعكس يبقى الصوت التاني. في أي صعوبة؟ هنا بقى السؤال اللي انتوا بتسالوه، ليه يا دكتور عملنا سيرفيس اناتومي؟ هل انا لو رحت لدكتور في عيادته وقلت له لو سمحت شوف لي اصوات القلب او يعني اعمل لي اكزامينيشن للهارت هيعمل كده؟ لا، احنا كلنا عارفين تحت البريست في الفيفث انتركوستال سبيس، ده في الميترال اريا. طب احنا ليه كطلبه بنعمل كده؟ يا جماعه ده التريننج، ده التدريب. عمر ما في واحد يجي لي في عيادتي مثلا ويقول لي انا عايز تكشف لي على القلب، اقول له بص وادي الاستنى يلا بينا ننزل وادي الانجل يا دكتور. خلاص المفروض خلاص هيبقى الموضوع مستني
هتعملوا على بعض. وعلى فكره كده قصدي بعدين لما نكبر سهل جدا يعني. بص تعالى يا دانيال، بص اهو حاجات جالي العياده مثلا وانا لابس السماعه، حطيت ايه؟ السماعه هنا مش هتفيد سلاح انتركوستر اندر ذا بريست، على طول حطيت سماعه هنا، ادي ستاندر موتيفويد، ادي السماعه هنا، والاثنين على الجنان يعني عملتوا معايا سكند رايت كلوز تو ستيرنر وكذا طق على طول بقيت عارف واحد اثنين ثلاثه اربعه في ثانيه انا عارف انا بعمل ايه. فاهم قصدي؟ يعني انا عارف اللي اخد نفس دي قصه ثانيه بقى اسمها سبليتنج اوف هارت ساوند. دي حاجه نظري بقى عشان تشوف الصوت هسمعه ازاي، دي قصه ثانيه بتاعت النفس دي. بس ده انا عايز اقوله في الامتحان يا جماعه عليكم سيرفيس اناتومي، لان الدكاتره عندنا فيهم حته شر في ايه بقى؟ يقول لك يا بنتي ليه تتعبي نفسك؟ من الاخر حطي السماعه اندر ذا بريست وهنسمع المايترال فالف كلوجر. يعني الدكتور بيقول لي كده، قلت له بعد اذن حضرتك انا لازم امشي سيرفيس اناتومي وعايز اسمع منك دي. وعايز اسمع منك دي، مش بيريحني، هو عايز يشوفك انت فاهمه ولا لا. ناقص كلمه اخيره وليه في الهارت ساوند والبالس مش هتاخد 10 دقايق. ركزوا بقى معايا، البالس هتاخد 10 دقايق مش هيكمل. اخر حاجه كاروتيد ارتري از سنسيتيف ان تو كيسز. اكتبوا معايا اخر حاجه كاروتيد ارتري اللي هو فكره المساج او الفيلنج بتاع الكاروتيد بالس. انا شفت على دانيال الكاروتيد ارتري وحسيت تمام، حسيت الكاروتيد ارتري. هنا بقى انا عايز اسال سؤال، امتى الكاروتيد ارتري يبقى سنسيتيف؟ في دكتور قصدك ايه بسنسيتيف؟ هو كاروتيد ارتري سبلاي مين؟ يا جماعه البرين، صح ولا لا؟ لو انت ضغطت عليه جامد ممكن الدم اللي رايح البرين يقل والعيان ده يفقد وعيه، ولا لا؟ فاكتبوا لي حالتين، الحالتين دول للاسف في الولاد ما بديش للستات اساسا. طيب الحمد لله. طيب كولرز، هقول كلام في الكتاب. طيب كولرز هقول لك يعني ايه طيب كولرز. ولد طبعا دلوقتي او واحد خلاص هيتجوز طبعا بيلبس، عارفين الياد الاسباني عارفين السبانش، الياد السبانش دي كده ايه؟ هو بيجيب الياتين دول على بعض عارفين، المفروض يقفلها ويرفع طبعا الياد بطريقه معينه، هيضغط هنا على مين؟ مين هنا؟ كاروتيد. انتوا معايا ولا لا؟ بيجي يقفل عليها طبعا، هو بيجي يقفل عليها لك لاحظوا كاروتيد ارتري سنسيف تو تروما. يعني ايه تروما؟ ما انت عملت عليها بريشر ولا لا؟ هو الرئتين كده ضاغط عليها، فممكن وهو بيجي يقفل الياقه تبقى دي اخر قفله. بجد يا جماعه الكلام ده في الكتاب مش بهزر، يقول لك تايت كولرز بس الكتاب ما قالش اوصاف. تكتبوا عليها ده ويدنج، ده في الفرح، وهو خلاص بقى بيظبط اخر حاجه هيلبس الجاكيت والدنيا ماشيه وهي بترنله كل حاجه تمام، وقيس فجأة عنده كاروتيد ارتري سنسيف. طبعا وهي هو مش هيروح وهي اتفضحت، بس يكفيها فخرا انه الكاروتيد ارتري سندروم. سمعتوا عنه؟ اكتبوا كاروتيد ارتري سندروم، دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه بقى تروما برضه بالنسبه للولاد. الولاد طبعا ما تفهم مني، لما بيجي نحرق دهلنا بتحرق الاثنين دول وبتنزل على النك، يعني انت كمان بتنزل على الحته دي ما فيها صن هير عشان المنظر يعني، فبتيجي بتحرق انت الاثنين دول. طبعا انتوا عارفين الريزرز او الموس بيعمل على دي تروما ولا لا؟ انت بتنزل كده بتنزل لتحت، فانت تلاقي فجاه واحده عاديه جوزها جوه لقيت حاجه طبت في الحمام، مش مشكله اصل هو كان بيعمل شيرنج فعنده كاروتيد ارتري سندروم. تسيبه شويه لغايه ربنا يكرمه، على فكره هيسترد وعيه كمان شويه، يعني مش بيموت على فكره ولا اللي فوق. يا جماعه انا بقولها بانتظار لزوم الناس تفتكر، لكن يعني شويه افقد وعيه وبعد كده ايه ده وانا فين؟ فبيرجع يكمل. طبعا يعني دي نقطتين، في عايز اخر بقى عملي بالس. البالس ده مش هياخد وقت. بتاع اسم الراني ده اسمه ايه؟ تعالى يا خالد بصوا يا جماعه بقى، اكتبوا بقى كومنت اون بالس. يجي ده السؤال العملي،
يا ابني علق لي على الفرص. بص بقى اسالكم السؤال قبل ما نقول الست نقط ومع فكره الست نقط وهنخلص. اخد ايد العيان واشوف البلس كام ولا اعمل ايديه في الوضع ده؟ اكتبوا بقى الكلمه المهمه اكتبوا جنبها دكتوره فاتن رئيسه الاس. دكتوره فاتن قالت كده. وعلى فكره اللي قالته صح. قالت الرسم اكتبوا بقى اللي قالته should be semi flexed and pronated. اكتبوا بقى دي الرست should be semi flexed and ايه؟ pronated. الوضع ده شايفين الوضع ده. بصوا بقى على خالد وانا بعملها هعملها في النص عشان الناس كلها تشوف عملها كذا مره. بصوا عملت الرست semi flexed and pronated. حطيت ثلاث صوابع قدام ولا لا؟ ايه الصوابع اللي هتحس اللي انت هتشوفهم؟ اندكس ميدل رينج فينجر. عارفين التاني؟ ايوه. التالت؟ الرابع اهي. والصمب فين؟ ورا. شايفين الصمب؟ شايفين الوضع ده؟ يا جماعه ده الوضع اللي يا دكتور فاتن او الاساتذه بيحبوه. انا ليه بقى من هنا ورايح هنقول اسامي الناس؟ لان انتم في الاخر في العملي هتدخل لناس معينه بعينها اه ولا لا؟ هتدخل لدكتور فلان. كل دكتور لوجهه نظر مؤمن بيها. اراه كتير شافها عمليا براكتيكال صح. انتم مطالبين كطلبه ايه؟ مش باللي انا بقوله او اللي انتم مقتنعين بيه. انتم مطالبين باللي الدكتور مقتنع بيه. حتى لو قال لك مفيش بارس مفيش بارس مفيش بارس مفيش بارس ايه؟ لا هو كده واضحه بس انا توضح احسن فعلا. بصوا بقى ايه الكومنت يكتبون هم 6 بوينتس. نمبر 1 ريت هم 6 معدودين. اول حاجه الريت. اقعد يا خالد لغايه ما ايه لغايه ما نرجع يعني حاول انت تقعد بره. بصوا بقى فكره الريت اعد البولس اكتبه كده كاونت ذا ريت ان 1 مينت. لازم اعد البولس في دقيقه كامله. كاونت ذا ريت ان 1 مينت. وهنا الدكتور هيسألك سؤال ليه في دقيقة؟ عشان 70 مفروض لا عشان في تغيرات. ايه التغيرات؟ يعني ممكن مثلا يحصل بولس خفيفة شوية. لا الفكرة فين؟ ممكن في الأول في أول 10 ثواني ربع دقيقة ممكن يبقى البولس ماشي منتظم يعني حاسة بدقة يعني دقة بدقة. بعد شوية بتحصل أريزميا. بصوا بقى إزاي؟ بصوا يا جماعة هنقلد حاجتين. الاول هقول النورمال اهي بيت ورا بيت. بصوا بقى الاب نورمال ده دقتين دقه. ايه ده في واحده مش حاسسها. عارفين اللي هو الغير منتظم فتكتبوا كاونت ذا ريت ان 1 مينت ليه؟ تو افويد اريزمي. ما هو ده يا جماعه بقى مدخل الاسئله. هو العملي عندنا فيه اورال كويستشنز. انت هتقولي حضرتك تو افويد اريزميا. السؤال اللي وراه هيقول لك ايه هما الاريزميا؟ هو مش عايزك تسمعي. هو عارف هو عايز يقول لك ايه؟ تقولي له اكتوبيك فوكس يا جماعه في الاتريوم اه ولا لا؟ لو مكان في الاتريوم بقى هو ميو بيس ميكر. فاهم قصدي؟ يا اما اتريوم فلاتر كان زمان يا اتريوم فايبر. بس هو الحالات الكومن في الاتريوم ايه؟ هو انت هتقولي اتريوم بالذات لان البيس ميكر مش هو الاس اي نوت في الاتريوم. هتقولي له الريزم ممكن يختلف لو في بيس ميكر جديد. فاهم قصدي؟ في نفس مكان الاس اي نوت يعني في الاتريوم حته ثانيه. فاهمين المبدا؟ هتقول له الاسامي. اول ما تقول فلاتر وفايبريشن لازم نكون مراجعها من نظري يعني واخد فكره. انتوا معايا؟ لان انت هتقول الكلمه يا اما يسالك سؤال يا اما يفوت ويقول لك كمل. طب اسال سؤال بقى. هو سؤال دكتور شكري. دكتور شكري ده امانه يا جماعه شهاده حق ودي حقيقه من احسن الناس اللي بيشرحوا في السيولوجي. شرحه روعه فيري كرييتيف. بيسال سؤال ايه اللي هيعرفه على فكره بجد هتبسط منه جدا مش هديله حاجه. ان انا كذا مره اقول وحديله ومنظري بيبقى في الاخر زباله. الناس بتعرف الاجابه وانا ما بقدرش اديله. نفسيتي بتصحى. اول واحد يا دكتور حاجه. بصوا يا جماعه دكتور شكري سال السؤال ده فعلا من سنتين.
ان ذا هارت ريت ايكوال 30 ده سؤال. هو الهارت ريت في الطبيعي كام؟ من 60 ل 90 وافريج 70. هنا ده سؤال بره الموضوع. صح. هنا زميلتكم فكرت صح. قالت مين اللي هيضرب 30 بيت بير مينيت؟ صح. قالت بيركينجي. اسالك سؤال وامتى البركينجي يشتغل؟ في الهارت بلوك ولا لا؟ عارفين يعني ايه البركينجي يشتغل ب 30؟ معناها ان العلاقه بين الفنتركل والاتريوم انفصلت تماما. فانا شغال لوحدي فتبتدي عليها هارت بلوك. سؤال. هو مش برضه سيك ساينس سندروم بيبقى الهارت ريت برضه قليل؟ لا بس في نقطة، سيك ساينس سندروم معناه إن في إكتوبيك فوكس. معناه إن إيه؟ الإكتوبيك فوكس موجود وعارف عملنا له دي فايبريشن وبعد ما شلناه لسه النود لسه في الريكفري عارفة لسه ما رجعتش لطبيعتها. هنا في الهارت بلوك لو ترجعي للنظري الإس نود موجودة ومفيش إكتوبيك بص والفنتركل موجود بس العلاقه اللي ما بينهم انتهت. بصوا بقى الطلبه الاوائل بيعملوا ايه؟ هغششكم الطريقه اللي فيها صياعه. الصياعه العلميه الذكاء. بصوا بقى الطلبه الاوائل بتعمل ايه؟ مش انت عارف انها سيرد ديجري هارت بلوك؟ ما تقولوش سيرد ديجري. بصوا بقى تقول له ايه؟ انت يا ابني 30 اعمل نفسك بتفكر. حضرتك مش 30 ده يعني البركينجي هو اللي بيشتغل؟ هو حاسس انك فاهم ولا لا؟ اقول لك اه ما هو ده شفوي ديسكشن. بعد ما تقول البركينجي يشتغل روح اسالك السؤال الثاني وامتى البركينجي تشتغل؟ هتقول له في الهارت بلوك. عارفين انا بجزع الاسئله. يقول لي طب انهي نوع من الهارت بلوك؟ اقول له ثيرد ديجري هارت بلوك. انا كده اكبرت اللي بيسالني. يسالني كام سؤال؟ ثلاثه في حته واحده. الطلبة اللي بتجاوب بسذاجة شوية سيرد ديجري هارد بلوك ويتش از كاركترايزد هو عارف يسمع. ما انت لما تسمع هو اعتبر ان الاجابة دي كلها على سؤال واحد. تعالى بقى ما بتيجي من اخرك وتعالى اسال اسئلة تانية. فهمتوا الفكرة؟ فكرة الذكاء. طب ممكن اسال سؤال تاني؟ اكتبوا اللي بعدها. الهارت ريت ايكوالز 50 امتى؟ الهارت ريت يساوي 50 ومش هي الايفي نوت. الراديكال لا واكتبوا عليها فيسيولوجيكال بوزيشن. صح. هارت ريت عارفين 50 مش اقل شويه من الطبيعي. ده في الناس العدائين اللي بيلعبوا العاب قوه الرياضيين الاثليتس. اكتبوا لي. عارفين الرياضيين لو ليكم في ليكم في الالعاب القوى ولا زي اللي هو اوسين بولت والناس اللي هو 100 متر. طبعا اوسين بولت اشهر من نار العالم يعني حاجه فظيعه قوي. الناس دول طب اشوف معلوماتكم الرياضيه ربنا يستر. طب هو اوسين بولت ده ال 100 متر جري الرقم العالمي بتاعه كام سنه؟ 10 10 طبعا قبل ما تقولوا هو الدكتور بيسالنا ايه الرقم العالمي؟ يا جماعه انتوا مش خدتوا زمان في مصر حاجه اسمها كرياتين فوسفيت. كان بيشتغل في اول 7 ثواني وبعد كده يكمل عليه سورس اوف انرجي تاني. انا ليه بسال السؤال ده؟ عايز افهمك ان السبع ده بياخد 9 ثواني و53% جزء من السبع. فاوسن بولت في اول 7 ثواني منهم اشتغل بكرياتين فوسفيت. سؤالي بقى هو ليه الناس العدائين دول عندهم الهارت ريت اقل من العادي؟ اقرب لكم الاجابه. مين في الطبيعي فيا وفيكم بيقلل الهارت ريت من 110 ل 70؟ ويسن ديفيس. يا جماعه الاجابه فيجلتون اه ولا لا؟ سمعتوا الكلمه دي. كل الطلبه في اولى احنا من كتر الاحتكاك للطلبه احنا عارفين. طلبه هتقول له فيجن تون يقول لك ايوه وفي فيجن اسكيب. عارفين اللي هو كلام بيجيب بعضه يعني. يعني ايه فيجن تون؟ يعني فيجنس طول الوقت بيقلل الاس كنود اكتيفيتي بس المره دي قللها لكام؟ 50. فالولد اللي دخل الدكتور شكري قال له يا ابني فين؟ قال له في اسليتس. قال له طب ليه الاسليتس؟ قال له فيجن تون. دكتور شكري ما سمعوش قام راح مكمل. قال له طب ايه الامبورتنس؟ اكتبوا الامبورتنس. وايه اللي استفاد الاثليت الراجل العدائي اللي بيلعب العاب قوه ده؟ ان الهارت ريت بتاعه حلو. بس
هستفاد ايه؟ هو يعني الضغط كده حلو برضه قربت برضه ليه؟ برضه صح برضه ليه؟ علشان هو الدم لا يا جماعه معظم الناس اللي بتجري بيعتمد على الايروبيك ولا الانيروبيك؟ يا جماعه الانيروبيك مش هو معظم الجري من غير اكسجين ولا لا؟ طب طالما ان انا وانا بجري معظم جري مش محتاج اكسجين يبقى انت يا هارت انا مش عايزك تشتغل كتير. جماعه فهمت قصدي؟ هو الهارت ده بامب ايه؟ مش هو اكسجينيت الضغط؟ مش بيديك اكسجين ولا لا؟ اذا كنت انت مقلل الريت ليه؟ لان النيدز بتاعتك في اكسجين ايه؟ قلت بالتدريب. فهمت قصدي؟ فنكتبه ليه قلت؟ because he depends on an aerobic. ما هو الفسيولوجي متفتح على بعضه بقى. فلما الولد قال له انيروبيك ما سابوش، قال له قول لي لا انيروبيك ده يعني زي انك عارفين لاكتيك اسيد دخلوا قدره قادر من عمل لمصر، عارفين الدنيا تشعبت قوي. هو الدكتور لما بيسال مش قصده يضايق اللي قصاده، فاهم قصدي؟ كل ما الطالب اللي قصادك بيبقى عالي قوي يعني شاطر وفاهم، دكتور الفسيولوجي عندهم حته في نفسيتهم بيحس بالحصره، هو عارف كل حاجه ليه، عارف الشعور بتاعي انا، عارف شعور الايجو ده شعور نفسي، هو انت عارف كل حاجه ليه، هوقعك يعني هوقعك. ولما في سؤال ما تعرفوش على فكره ما تتحاسبش عليه. طب هم هو بيقولوا لك ايه؟ غلاسه. وفي الاخر خالص يقول لك بص عشان تعرف ان انت لسه صغير وقدامك كتير. عشان طبعا في الاخر ما فيش مقارنه بين دكتور وطالب، بس انت كبشر في حته النفسانه هو عارف ليه؟ هو ليه منين؟ لازم اوقعه يعني هوقعه. كده في اسم هو؟ يلا اكتبوا رقم اثنين، احنا قلنا في كذا نقطة. نمبر 2، طبعا احنا بعد ما نخلص الناس اللي هتعمل عملي ولا بتاع الناس هتروح. بصوا بقى ريسي. ايه ده هنسمع هتسمعوا طبعا يعني هناخد ولادنا بره، ما انتوا هتسمعوا على بعض. انا قصدي لو في ناس محرجة وعايزة تسمع يعني في البيت او على اي حد بالطريقة اللي انا قلت لكم عليها ماشي. ممكن في بنات تحرم من زميلاتها البنات يعني ما ده شيء طبيعي. هو ليه كل كلمه الناس مستغرباها؟ لا ده عادي ممكن يبقى شايف. بصوا يا جماعه ركزوا بقى معايا، اكتبوا رسم. يعني ايه رسم؟ حاسس بكل دقه لوحدها. هو الطبيعي الرسم بتاعنا ريجولر ولا نوت ريجولر؟ اكتبوا الرسم ريجولر. ريجولاريزم يروح هو سالك سؤال في الامتحان امتى يبقى ريزم نوت ريجولار؟ لما يكون في توبيك فوكس يا فلاتر يا فايبرليشن، انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ هم دول اهم اثنين. يعني برضه كده مش هنقولهم؟ لا في حاجه اسمها ريجولار ايرريجولاريتي. يعني ايه؟ بصوا بقى زميلتكم بتسال سؤال. بصوا يا جماعه عشان انا قلت لكم يعني ايه قاع غير متزن، مش كل دقه محسوسه. يعني ايه بقى لخبطه منتظمه؟ احنا اتفقنا وجود اكتوبك فوكس يعمل لخبطه ولا لا؟ لانه عكس عادي. بصوا بقى اللخبطه المنتظمه يعني انت ايه؟ من كل دقيقتين هتحس واحده، والموضوع ده ماشي معاك على مدار دقيقه. بصوا بقى ازاي كده؟ يعني لخبطه منتظمه كده. بصوا دقيقتين دقه دقيقتين دقه، فاهمين قصدي؟ هل ده طبيعي؟ لا. في لخبطه؟ ايوه. يبقى بيسموها ايه؟ اللخبطه اللي ماشيه على وتيره واحده. فاللي انت قلت عليها دي اسمها ريجولار ايرريجولار، يعني ايه؟ لخبطه بس ليها معنى. دقيقتين دقه. ايه بقى لخبطه تماما؟ يعني مره حس واحده، مره ثلاثه، مره اربعه، مره مفيش، فاهمين قصدي ايه؟ بالظبط كده. بصوا بقى اكتبوا بقى معايا رقم 3 عشان قلنا 6 نقط. فوليوم. يعني ايه فوليوم؟ فوليوم بالعربي لو ترجمتيها حرفيا معناه حجم. انا مش قصدي او سعه، انا مش قصدي حجم الدم، عارفين فوليوم انا قصدي ايه؟ اكتبوا سترينث قوه. تعالى يا فت وعايزكم تسيبوا القلم وتعملوا اللي انا هعمله، سيبوا القلم وحسوا البنص على نفسكم. عادي كده هتحسوا البلس او كل اثنين يحسوها جنب بعض. انت وانت حاطه ايدك على البلس هسال سؤال مين؟
هل مضطره تدرسي صوتك قوي عشان تحسيه؟ مضطره تجيبي للاخر دكتور يعني ايه اغلى الصوابع اللي مش فاهمه؟ لو واحد حصل له هيموريدج في النزيف كميه البلد اللي عنده اخبارها ايه؟ قلت. يبقى الهارت هيعمل بامب لدم اقل، يبقى انت الفوليوم او القوه تحت ايدك ضعيفه ولا لا؟ ضعيف. مش انت فقدت دم كتير؟ فتكتبوا بقى معايا الفوليوم ان نورمال في العادي افريج. يعني ايه افريج؟ انا الضربه اللي تحت ايدي انا حاسس بالبلس بتاع خير، لا هو ضعيف قوي ولا هو قوي قوي. مش احنا قلنا يعني ايه ضعيف؟ طب يعني قوي في العملي؟ اجي احط صوابعي على البلس، بص صوابعي الثلاثه البيت تحت ايدي اهي، هلاقي من كتر قوتها عارف عمل ايه صباعي؟ حركته لفوق ولا لا؟ عارفين موفينج ابو نطرته. هل وانا حاطط ايدي عند البلس عليه هل في حاجه بتتحرك صابعي الثالث او الميدل من مكانه؟ لا، ده دليل ان النبض بتاعه غير قوي، ما فيش قوه فيه، يبقى بين البنين، يبقى في العادي ايه؟ متوسط، فدي افريج. لان الكلام ده هنسأله في العمل. افريج يا ابني يعني ايه؟ ما هو الناس بتسمعها. It is average volume. يعني ايه افريج؟ طيب اكتبوا الرابعه ايكواليتي. يلا عشان انا مخلص. ايكواليتي. بصوا بقى تعالى يا خالد. همسك ايدين خالد الاثنين. بالريست سيمي فليكس اند برونيت. انا عايز اشوف متساويين في ايه؟ ايكوال في ايه؟ هل يا ترى متساويين في العدد؟ ولا متساويين في الفوليوم بتاع الضربه؟ عشان امسك ايدين الاثنين. التو بالسز راديال ارت يمين وشمال. عايز اشوف متساويين في ايه؟ عدد ولا فوليوم وتختار واحد؟ عدد. اجابه خاطئه. مش العدد. عندي قلب واحد. هيوزع هنا 70 بيت بير مينت يبقى هنا برضه 70. انا بشوف الايكواليتي في الفوليوم. يا جماعه الريت كده كده متساوي. انا مش الريت ثابت ولا لا؟ يا جماعه العدد واحد. تشوفوا ليه؟ ما هو مسلم بيه. يعني ايه كواليتي ان فوليوم؟ عايز تتاكد منه. اكتبوا الاكزامبل. بصوا بقى صح يا خالد. خالد لو عنده اكتبوا مثلا اكزامبل اوبستراكشن اوف ذا رايت بريكيال ارتري. مش عارف البريكيال ارتري مثلا اوبستراكشن اوف ذا رايت بريكيال ارتري باي اس رومبس. جلطه قفلت البريكيال ارتري اليمين. ده معناه ايه؟ معناه ان البلاط اللي واصل هنا ايه؟ مش يا جماعه اقل. طب هنا البلاط قل، يبقى الفوليوم اللي تحت ايدك ضعيفه. طب والناحيه الثانيه نورمال، يبقى في اختلاف ولا لا؟ يبقى هنقول اكزامبل وستراكشر اوف ذا بريكيال ارتري. والعدد يبقى ثابت في الحاله دي؟ العدد ثابت. بص اقول لك اللي حصل ايه؟ يعني انت المفروض هنا 70 وهنا 70. بما ان في اوبستراكشن عارفه اللي هيحصل ايه؟ في 10 دقات انت مش قادره تعديهم، بس هم اساسا المفروض يبقوا موجودين، انت فاهماني؟ يعني 70 يمين و70 شمال، بس من ال 70 في 10 مزد، عارفه بيسموها في النظري مزد بيت، عارفه دقه مفقوده، وانا ما حسيتهاش ليه؟ في حاجه منعت انها تعدي. في اي حاجه صعبه؟ الفوليوم متغلب. طب هو لا برضه مش هتقدر تعمل حاجه. في نقطة يا جماعة مهمة ليه؟ الأخطاء دي حصلت من زمانكم في العمل زمان. دكتور بيقول للولد كام سنين زمان 90 بعيد قوي بيقول له أنت بتشوف الإيكواليتي في إيه؟ شوفوا بقى الدكتور وانطباعه. الولد قال له حضرتك أصل أنا عديت هنا الريت طلع 70 ناقص عد الناحية التانية مش يمكن يكون أقل من 70. الدكتور نظر إليه شزرا محتاجا احتقارا ليه؟ قال له مش يمكن تبقى 70. معنى كده ان الولد عمل غلطه قاتله ولا لا؟ ازاي؟ ده هارت واحد. الولد خرج قابلته بالصدفه من الناس بتخرج بتشتكي من اسمه وبتشتم وبتعبر بيعبر يا دكتور انا اتظلمت حكى لي اللي حصل وبعد كده قال لي نقطه نرفزتني انا بقى قال لي انا زعلان من الدكتور ليه ما سالنيش في الاريثميا؟ نظرت انا اليه برضه شزرا واستعجابا. اذا كنت انت مش عارف ان في هارت
واحد انتوا معايا ولا لا؟ وغلطت في حاجه بيزك ده انت نبوسك ونحطك جنب الحيطه. خليني نسالك في التوبيك فوكس، انت فاهم الفكره؟ هنصعب عليك وانت ضايع، ده انت غلطت في غلطه قاتله. يبقى الكواليتي في مين؟ ما نقصوش زيرو. انا مش نقصه ليه؟ انا باجي اسالك في بيزك، ده هو اتلخبط او ما فهمش ان ده هارت واحد بيوزع الاثنين بعدد متساوي. هكمل معاك في ايه؟ انت حرام اكمل معاك. اصل يعني حرام ده ولا اعدادي، محدش يقدر الغلطه دي. يلا بقى النقطه الخامسه، سبيشال كاركتر. خلاص ناقصنا النقطه دي اللي بعدها. سبيشال كاركتر، يعني ايه سبيشال كاركتر؟ في حاجه بتميز النبض بتاعنا في العادي. تابعوا كل الكلام اللي انا قلته. البالس ريجولر. طب الفوليوم بين البرين. هل انا قادر اقول وصف؟ لا، فنكتبه نو كاركتر. البالس في العادي انا وانتم طبيعي. نو كاركتر. هتقولي طب وامتى يبقى في كاركتر؟ لو راكد قوي، لو ويك قوي، لو قوي قوي. انتوا معايا ولا لا؟ يعني مفيش. فاكرين لما قلت لو فوليوم ان هامرج؟ لو النبض ضعيف. طب ما ده كاركتر. يعني دي حاجه هتعرفوها لسه انتوا ما خدتوش حاجه اسمها ووتر هامر بالس. لسه الكلام ده لسه بعدين. ما انتوا كمان لسه قاعدين، لسه النظر امتد. لسه كنت خدتوا كارنيك سايكل ولسه هتكملوا. لسه ما خلصناش. يعني الموضوع لسه مش عايزين نقول حاجات رخمه مالهاش علاقه النهارده. نكتب النقطه السادسه والاخيره، فيسل وول كونديشن. الفيسل وول، هل تقدروا في العادي تحسوا الفيسل وول؟ لا. ليه؟ العادي ان يونج، اكتبوا ان يونج ايج عشان يبقى كلامي واضح. ما انا ممكن احسه ان اولد ايج يبقى عادي. لو جبت شاب صغير وعايز احس عليه الوول بتاع الريديال ارتري مش هعرف. عارفين ليه؟ ليه؟ اكتبوا بقى ذير از نو كوليسترول اون ذا وول. يا جماعه واحنا صغيرين الكوليسترول ما بيترسبش على جدار اي ارتري. من الاخر ما عندكمش تصلب شرايين. نو اسيرو سكليروزس. ولا لا؟ اخر حاجه هختم بيها السكشن. معناها ايه؟ الكوليسترول لو اترسب على الوول، عارفه بيخليه رشد، بيخليه ناشف، سهل ان انت تحسيه. تحس ايه؟ تحس الجدار نفسه. انت عارفه انت بتحس يعني ايه بالس؟ بتحس البريشر ديفرنس، عارفه ما بين البريكيال وبين الريدنج. هو اندفاع الدم بيجي لك في صوره بالس، عارف زي الويف، عارف زي موجه البحر. بتتحرك من ضغط عالي هنا لضغط اقل هنا، بتحسي بحاجه ترانسميتد للوول بتاع الارتش، بيبقى في صوره ايه؟ بالس. لكن هل الوول نفسه بيحس؟ لا، انت بتحس الدم او سرعه الدم الشخصيه اللي ماشيه في الوول. فاهم قصدي؟ مش بتحس الوول. اقول لك ليه ما بتحسش الوول؟ عشان ما فيش كوليسترول. سؤالي وهختم السكشن مش ولا كلمه زياده، وبايو وربنا يستر. ليه احنا واحنا صغيرين الكوليسترول ما بيترسبش عند الوول؟ في حاجه بتاخد الكوليسترول وتمنع البريسيبيتيشن بتاعه على الوول، حاجه تمنع ترسيبه على الجدار. الحاجه دي اسمها ايه؟ يا جماعة اسمها اتش دي ال. اتش دي ال. كويس ان انتوا حاولتوا. هاي دنسيتي لايت بروتين. طبعا دي باي. يعني دي ليه بتتقال؟ لان انتوا خدتوها فبتبقى عارفها. الناس الكبار ما عندهمش دي. فيها صعوبة؟ يعني بتختفي. لا، في الكبار بقى بيبقى الاتش دي ال افكتي الافكاسي بتاعته. في حاجه في البايس اسمها ايه؟ ابتيك. عارفه ان انت تاخدي الكوليسترول وتمنعي البريسيبيتيشن بتاعها. التاثير ده بمرور العمر بيضعف. فالاتش فالكوليسترول بيترص. في اي صعوبه؟ يعني ايه سبيشال كاركتر؟ لو انت حاطط ايدك على البالس انت مش قادره توصفيه. كاركتر معناه حاجه بتميز البالس اللي انت بتحسيه. انت مش قادره تقولي وصف. كل ما اقول لك ايه هو؟ عادي منتظم. طب القوه حضرتك ابد لا ضعيفه ولا قويه. عارف يعني ايه كاركتر؟
تقولي لي سترونج بالبلس قوي قوي عشان اتحرك صباعي يعني يبقى سترونج يبقى البوليوم طبيعي اه طبعا يعني سترونج ويك تقولي لي رابيد تقولي لي سلو عارف ساعات عارف البني ادم اللي بينزل لو عنده هيموريدج مش هو فقط كميه دم الهارت يحاول يعمل ايه عشان يعوض يشتغل بسرعه لما يشتغل بسرعه لو انت رحت استقبال جراحه في مستشفى عندنا وحطيتي ايدك على البلس بتاع عيان داخل بينزف يعني واحد طبعا بينزف في حادثه عارفه ده البلس هتيجي ايه سريع جدا كانه خيط بيجري تحت ايدك بس ضعيف بس ضعيف فشبهوها في الكتاب ثريدي بلس ثريد عارف هو سريع تكمبنسيت اهو ده الكاركتر ده طبعا احد الامثله فاهماني؟ طبعا دلوقتي الناس كلها حضور ما بناخدش طبعا غياب حاسبكم ونبقى واقفين بره بس دكتور انا ما حضرتش هنا وحضرت هنا يعني حاجتين انا عندكم ما حضرتش غياب هو هتبقى صعبه يعني طبعا انت هتقول لنا عملت الورقه بس هي ممكن تقول اه او تقول لا